بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الأعزة. إن انقطاعي عن بلدكم مهما طال لن ينسيني تلك الأيام العطرة، فما زلت أذكرها وأذكرها بتكريم لكم جميعا من أنتم وطني الذي هناك، وأما ما أنتم فيه من عمل ثقافي متنوع له توجهاته نحو الثقافة الأصيلة وتعميم والمحافظة على هذه الثقافة، لا شك بأنكم تقومون بعمل وطني يقدر ويحترم، وبالخصوص أن منكم من أعرفه شخصيا كالدكتور علي عجمي الذي أعرفه منذ زمن وقد امتطى قلمه وجال في الآفاق والميادين ليلتقط الكلمة الحرة والصادقة وينشرها فيما بين الناس. له تحية ولكم تحيات جميعا. والآن بناء لما أعتبره أمرا منكم لي، فإنني أتقدم إليكم بخطبة وادي الحجير، طبعا مع الاعتذار من أنني لم أرغب بالتحدث بالحركة التي كانت، فكثيرون يمكن أن يتعقبون هذه الحركة ويسيرون نحوها ويذكرون دقائقها، ولكن المهم ما هو الراسخ في ما يجب أن يكون كمنهج، لأنها في الواقع خطبة وادي الحجير كانت منهجا لمسار إن لم ينجح في أغراضه في ذلك الحين، ولكننا نحن لا نزال نتابع الطريق، ولكن الأجيال لا تزال تتابع الطريق، وقد ثبتت مواقع كثيرة في أغراض المناسبة، وكان وادي الحجير يجدد نفسه كما الأمة تجدد نفسها أيضا، وهكذا نحن نعيش وادي الحجير ليس فقط قبل 100 عام، أو مؤتمر وادي الحجير ليس قبل 100 عام فقط، وإنما لأيامها المتتالية، لأيام وادي الحجير المتتالية التي نعيشها دائما وأبدا. والآن نلحظ بالنسبة للكلمة، كانت المقدمة لهذه الكلمة هو ما كان قد حدث في صور من إشكالات، كان إضراب أودت إلى إضراب 3 أيام في صور، إلى أن دعا الإمام شرف الدين خطباء المساجد من السنة والقساوسة من الطوائف المسيحية في الاجتماع لمقاومة أو للوقوف ضد هذه الحركة التي كادت تذهب بوادي الحجير لو تمت، ولكنها هذه الحركة لم تتم في ذلك الحين قبل مؤتمر وادي الحجير،
ولكنها أيضا لاقت ما لاقت في مكان آخر، وهو أقصد الصدام الذي كان هناك شكل من تحريك للعملاء المجندين من اللبنانيين في الجيش الفرنسي، والذين حدثوا بعض الإشكالات ولكنها انتهت في اللقاءات وبعد هذا الإضراب العام. أما خطبة المؤتمر أعنيها لأنها منهجية تحدد لكل مجموعة مهامها، أو تلتفت إلى كل مجموعة من هذا الحشد الكبير، ويتوجه سيدنا أولا إلى العلماء فيقول: لقد كانت فنجده أولا يتوجه إلى العلماء فيقول: إخواني أعلام الأمة، إننا اليوم في هذا المفترق الخطير أشد حاجة من أي وقت إلى الاعتصام بحبلهم آل البيت، بحبل آل البيت، والسير على نهجهم، فإما عزة لا تفصم أو ذلة لا ترحم. أما حياة حرة أو هوان تهدر في حمأته إنسانية الإنسان، إما استقلال دون وصاية أو استعباد نكون فيه معه كالأيتام على مأدبة اللئام. ثم يلتفت إلى الحشود: وكلهم مقاوم، ليس بالضرورة أن يكون مقاوما بالسلاح، وإنما مقاوما بهذا الحضور والتأييد والسير مثل الخط. أيها الفرسان المناجيد، إن لهذا المؤتمر ما بعده، وسيطبق نبأه الآفاق السورية، ويتجاوب صداه في الأقطار العربية، ويتجاوزها إلى عصبة الأمم، وقد امتدت به إليكم الأعناق وشخصت الأبصار. فانظروا ما أنتم اليوم فاعلون. ألا وإن جبل عامل بعد هذا المؤتمر بين إمرين: عز لا تنفصم عروته ولا تقرع مرته، أو ذل تهاوت معه كواكب السعد وتقوضت فيه سرادق المجد. وبعد ذلك يعرض وكأنه المنهج لما يقتضي أن يكون عليه هذا الجمهور المحتشد. نجده يخاطبهم: إخواني وأبنائي، إن هذا المؤتمر يرفض الحماية والوصاية، ويأبى إلا الاستقلال تام الناجز. المعتمر تاج فيصل العرب عاملاً عاهلاً مؤثلاً وقائداً محجلاً، يقيم حكومة شرعية تجعل من الوطن جبهة منيعة ينحدر عنها السيل ولا يرقى إليها الطير. فإن نبذتم الأهواء الشخصية وآثرتم شرف القضية،
فلنكونن في حرز لا يفصم، وتكون بلادكم في حما لا يقحم. أما إذا غلبكم الهوى فلنكونن مذقث الشارب ونهزة الطامع وخبسة العجلان أمام قوة العدو وشدة الفتن وتظاهر الزمان. ثم يتوجه للمقاومين مشددا العزم ومتخوفا من أن يقعوا في مهو الظن: يا فتيان الحمية، الدين النصيحة، ألا أدلكم على أمر إن فعلتموه انتصرتم؟ فوتوا على الدخيل الغاصب برباطة الجأش فرصته، وأخمدوا بالصبر الجميل فتنته، فإنه والله ما استعدى فريقا على فريق إلا ليثير الفتنة الطائفية ويشعل الحرب الأهلية، حتى إذا صدق زعمه وتحقق حلمه استقر في البلاد تعلة حماية الأقليات.